الشبابية الكروية الكبيرة ساحة محاولة مغربية أمامية خطيرة جدا. زهير يسدد والكرة إلى خارجية أرضية الملعب كانت من زهير المترجي اللقطة الماضية وتسديدة لم تكن مركزة من جانب الجناح المغربي زهير المترجي. شوف الكرة اللي جات من متصل لهتيمي يعني هنالك لاعبين ممتازين جدا في الكرات الثابتة في الهلال. الكرة موجودة بالرأس إلى خارج أرضية الملعب. الكرة الماضية من علي البلاهي الرأسية تأتي من البلاهي ولكنها لم تكن مركزة. الكرة بالتالي إلى خارج أرضية الميدان. شوف المحاولة من جديد. الكرة الرأسية من البلاهي بعد عرضية متقنة جاءت من ياسر الشراني وبالتالي إلى خارج أرضية الميدان. الهلالي الذي كان في الثلث ساعة الأول من زمن الشوط الأول حاول تعود لو تصل للبلاهي. البلاهي يحاول التقدم. الهلال يلعب في الطقم الثاني في مباراة هذا المساء. الكرة مستمرة أمامية بحثا عن الحمدان. المحاولة تذهب وتعود من عبدالله الحمدان يفتك الكرة وانطلاقة من الحمدان من اليسار ممكن مر يحاول عبدالله يعدي عبدالله والتمريرة الكرة إلى ميشيل خطيرة جدا خطيرة جدا. يوسف المطيع يبعد هدف محقق لصالح الزعيم. شوف الضغط الموجود من عبد الله المحاولة ثم بعد ذلك محاولة العرقلة في الكرة الماضية من جانب اللاعب أمين فرحان وبعد ذلك التسديدة التي جاءت من ميشيل ديلغادو. الكرة إلى خارج أرضية الملعب وإلى ركلة ركنية لمصلحة الهلال. بطاقة صفراء توجه من علي الصباح. نشوف ونتابع الكرة الآن لأحد الإداريين في فريق الوداد. الكرة ستلعب لصالح الهلال. 20 دقيقة مثالية للهلال من ناحية الضغط والمحاولة في الهجوم بشكل أكبر على خلاف المباراتين الماضية. الكرة ستلعب الآن من روبن نيفيز يستعد لتنفيذ الركنية. المحاولة من نيفيز عرضية تصل الكرة ولكن الكرة تتخلص. ترجع الآن إلى نيفيز من الناحية اليمين لخارج أرضية الملعب. الكرة إلى سلامات إن شاء الله سلامات إن شاء الله لروبن نيفيز تصل في وسط الميدان. الكرة مغربية على اليسار إسماعيل مترجي ممكن يمر يحاول الهجوم يعدي من سعود. يا السلام جميلة المحاولة خطيرة إسماعيل والكرة تذهب من المعيوف. يا له من أداء رائع جدا يقدم من إسماعيل المترجي ولكنه كان متسللا في الكرة الماضية. كان هنالك تسلل. شوف الكنترول شوف المرور شوف العبور بشكل جميل من سعود عبد الحميد ولاحظ الكرة الماضية التي جاءت لسالم الدوسري وخسر الكرة سالم في اللقطة الماضية. الكرة ستلعب الآن من خالد كوليبالي في الخلف لروبن نيفيز. نيفيز إلى محمد كنو كنو بتمريرة طولية حلوة حلوة الكرة حلوة الكرة خطيرة محاولة ميليكوفيتش جول ميليكوفيتش جول. سافيتش يسجل شديد هذا الهلال شديد الباس. احذروا يا ناس لقد عاد لكم الزعيم. الكرة في الجول من الصربي الكبير. كنت اتكلم قبل دقائق بان قوته في الهجوم من الخلف بان قوته في التسجيل على طول في الجول. سافيتش جول سافيتش يسجل سافيتش يسعد انصار الزعيم في كل مكان. 1-0 للموج الازرق. الفتاة الصغيرة تفرح وترفع شعار الهلال. الهلال يتقدم الموج الازرق يحضر في ابها. 1-0 اذن. الكرة الماضية من الكبير ميلينكوفيتش سافيتش. الهلال حتى وان كان جريحا سيظهر لا محالة في المحالة. 1-0 إذن للهلال. الكرة تعود الآن من جديد ترسل على اليمين وبالتالي إلى خارج أرضية الملعب وإلى الرمية الجانبية. كان هدفا طبيعيا قياسا بالأداء الذي شاهدناه في الشوط الأول. هذه أجمل دقائق شاهدناها للهلال منذ أن حضر السيد خصوص. التعامل مع البطولات
المباريات. المحاولة تعود خطيرة جدا، محاولة هذه فرصة خطيرة للوداد والكرة تمر، ترجع الآن ودادية، محاولة عرضية ولكن الكرة تتخلص. شوف الكرة الماضية زي ما قلت لكم بأن هدف التعادل للوداد. حكم اللقاء أطلق الصافرة قبل أن يأتي الهدف. الهدف هدف التعادل الذي جاء من تسديده، بدا وكان حكم المباراة علي الصباح أطلق الصافرة لأن هنالك لاعب واقع على أرضية الملعب. سالم الدوسري كان واقع على أرضية الميدان، هل يحتسب الهدف؟ يا له من جول للوداد. شوف المحاولة من جديد، شوف الكرة الماضية والتدخل اللي كان من التدخل كان موجود على سالم، التدخل كان موجود ولكن القرار سيعود لحكم المباراة. يعني شوف أيوب العملود اللي كان له فرصة بأن يلعب الكرة باتجاه المعيوف ولكن فضل أن يلعب الكرة للاعب القادم من اليسار لكي ينفذ كرة عرضية. ثم بعد ذلك أمين أبو الفتح الذي سدد كرة قوية جدا في شباك الهلال. هنالك خطأ، هل سيثبت الهدف أم أنه سيلغي هدف أمين أبو الفتح؟ نشاهد ونتابع، الكل يترقب لما سيحدث بعد لحظات. مشاهدينا الكرام شوف حتى اللاعبين كلهم متواجدين خلف حكم المباراة ينتظرون. اللقطة اللي أخذت وقت طويل من علي الصباح ولا زال إلى حتى الآن يفكر ويتابع الكرة في أكثر من زاوية. ما هو قرار علي الصباح؟ هذه الزاوية كذلك واضحة ولكن القرار الفاصل والنهائي إلى ماذا سيشير؟ الحكم علي الصباح سيشير إلى وجود خطأ. الهدف يلغى إذن على الوداد المغربي وبالتالي النتيجة تستمر 1-0 للهلال. كوليبالي في وسط الميدان، الكرة تعود الآن مغربية ودادية لدى حيمود. حيمود من اليسار يحاول الهجوم، يبحث عن كرة من خلف المدافعين ولكن التغطية ممتازة من علي البليهي، التغطية جميلة كانت من جانب علي. تتخلص الكرة من الشهراني، الشهراني يخسر كرته، ترجع للوداد. خطيرة خطيرة، محاولة منتصر للجيم، جول الله. الوداد، وداد الأمة يسجل الآن ويسعد عشاق القلعة الحمراء. 1-1 بعد خطأ فادح من ياسر الشهراني، خطأ فادح من الشهراني. شوف الشهراني اللي حاول التقدم ثم بعد ذلك هدف جميل منتصر لتيمي وكرة في البعيد على طول على طول على طول. الكرة سكنت الشباك من زكريا دراوي. يا له من جول لمصلحة الوداد المغربي. إذن النتيجة 1-1 وبهذه النتيجة الوداد بالتعادل أو الفوز بشرط خسارة أهلي طرابلس من السد هو الذي سيتأهل للدور القادم. انظر إلى المعيوف الغاضب في الكرة الماضية وبالتالي زكريا دراوي اللي سجل هو لعب رقم 30 بالفعل. سيف الدين، سيف الدين كوهرة الذي وضع الكرة في الشباك الهلالية. خيسوس غير سعيد بعد هدف التعديل اللي حضر من سيف الدين بوهرة. ما هي ردة الفعل الآن لصالح
الفريق الأزرق وكيف سيتعامل المدرب عادل رمزي مدرب فريق الوداد بعد هدف التعادل. الكرة إلى خارج أرضية الميدان وإلى رمية الجانبية. من جديد سترسل الكرة لياسر الشهراني، الشهراني مشي كرة إلى عبدالله الحمدان، الحمدان تذهب الكرة إلى خارج أرضية الملعب وإلى رمية الجانبية. رمية جانبية ياسر الشهراني، من جديد سعود سافيتش حط الكرة للأمام، سعود عبد الحميد كنترول، سعود يحاول الهجوم، المحاولة ميفز جول، الله الزعيم، وإن تأخر سيعود ولن يكون لأحد مفر، لن يكون لأحد مفر. روبن نيفيز، روبن نيفيز يسجل ويستعيد ذكريات تياغو، يستعيد ذكريات رادوي، يستعيد ذكريات إدواردو. الكرة بالجول، الهلال يتقدم عن طريق نجمه البرتغالي الدولي روبن نيفيز. يا سلام، لعبة معلمين. لا لا لا، نشوف الكرة الماضية، شوف حالة الغضب. هذه الكرة إعادة، لمسة اليد اللي كانت موجودة، ثم بعد ذلك ميشائيل، أوه 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 أوه، هدوا يا شباب، هدوا يا شباب. نشوف حارس المرمى، والشد القوي جدا بين اللاعبين. صلوا على النبي، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. شحن كبير في أرضية الميدان بين لاعبي الفريقين. وبالسلامة إن شاء الله لي. نشوف، شوف الكرة الأولى اللي كانت لميشائيل بينه وبين سيف الدين بوهرة. شوف محمد كنو اللي في هذا الاشتباك القوي بينه وبين أمين أبو الفتح وحارس المرمى. بكل صراحة لا نأمل بأن نشاهد مثل هذه اللقطات، لكنها تحصل في عالم كرة القدم. الإنذار والبطاقة الصفراء على محمد كنو من جانب حكم اللقاء علي الصباح، لكن كم أضاف حكم المباراة، كم سيضيف حكم المباراة. ونذكر بنتيجة السد القطري وأهلي طرابلس، لازالت 0-0.